معانا اول حاجه كانت مياده، هي خايفه من ان هو يجي لها الحيض في فريض اداء فريضه الحج، هي ان شاء الله طالعه يعني، فتعمل ايه؟ هل يجوز مثلا في بعض الحاجات بتقول ان هي ممكن تاخد حاجه تاخر الحيض، هل ده ممكن ولا لا، او تعمل ايه؟ تمام. هو بداية مبارك عليكي أداء فريضة الحج السنة دي يا أستاذة ميادة، وافتكرينها كده بالدعاء هناك. يا رب. تاني حاجة، هو إن شاء الله يعني ابدأي احرمي للحج، والإحرام الطهارة مش شرط من شروط الإحرام، يعني لو بدأ الحيض وقت الإحرام فمفيش مشكلة تحرمي عادي، لأن الطهارة مش شرط من شروطه، لكن اللي لابد فيه الطهارة هو الطواف، لأن الطواف المطاف ده مسجد، فاحنا طبعا منهي عن دخول المساجد للحائض، فالركن الوحيد اللي انت مش هتقدري تعمليه لو جالك الحيض هو الطواف. لا يعني الطهارة ما بتبطلش الحج؟ لا، هي تقدر، الإحرام لا يشترط فيه الطهارة، يعني هو ده يعني بتغتسل المرأة لو ما كانتش حائض، لكن لو كانت حائض فيجوز لها الإحرام وهي حائض عادي يعني، وتؤدي جميع مناسك الحج ما عدا الطواف. إلا الطواف، الطواف هو اللي بيشترط فيه الطهارة. فاحنا بننصحها بايه؟ بننصحها في الحاله دي بان هي لاما تتخير اوقات الطهر، احنا كده كل ده بنفترض انه يجي لها الحيض اثناء فريضه الحج، صحيح، لان هي خايفه انه لو جالها تضيع عليها الفريضه. عليها الفريضة. احنا هنقول لها ايه؟ لاما تتخيري اوقات الطهر، وكل امراه بتكون عارفه امتى بيكون في اوقات طهر ما بين الحيض، فتطوفي فيها. واما لو او ان انت بتلجئي لطبيب وبتاخدي دواء يمنع نزول الحيض في الفتره دي، بشرط يكون هو ما بيضركيش، يعني بشرط ان ما يكونش في اي ضرر على صحتك. الحاله الثالثه بقى ان هو لو اضطريتي ان انت او تنتظري لانتهاء فتره العاده بتاعتك وتطوفي على طهر. طب لو في رفقه، يعني في رحله وهنتحرك مع بعض ومش هينفع ان انا اتخلف عنهم، في الحاله دي بتطوفي حتى وانت حائض، لكن يعني بتاخدي وسائل الامان بحيث ان انت لا تلوثي ولا تلوثي المكان اللي انت بتطوفي فيه. ولو كان في مقدره على اخراج فديه بتخرجي فديه، لانك طفتي وانت على غير قدرها. ايه بقى؟ ذبح شاة. ذبح شاة. او ان انت ولو ما فيش مقدره على اخراج فديه فخلاص حجك صحيح على قول من اجاز الطواف للحائض. ده بيبقى هناك يعني تذبح وهي موجوده هناك، ولا لا لما ترجع هناك؟ لا، الذبح هناك علشان يبقى المنسك مظبوط يعني.